منكم سائر الأعمال ويتجاوز عن سائر السيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، ضيف كريم أتانا من الرياض، مبعوث من البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ومكتب التوعية الإسلامية، يزورنا في هذا البيت من بيوت الله، يريد منا أن نكرمه كما أكرمنا جزاه الله خير، فقد أتى من الرياض من أجل أن يلقي محاضرة دينية في هذا المسجد، ونكرمه نحن بأن نلف حوله ونجلس ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتكرر هذا المجيء من فضيلته ومن غيره. فضيلة المحاضر هو فضيلة الشيخ صالح الفوزان بن عبد الله الفوزان من هيئة كبار العلماء ومدرس في المعهد العالي للقضاء. هو معروف وتسمعون فتاواه. في هذه المحاضرة إن شاء الله ربنا يوفقه لما يغذي به أرواحنا وأجسادنا معا. فعنوان المحاضرة السنة ومكانتها، وينبغي لنا أن نجلس ونطمئن ونستمع ونزداد. أرواحنا تحتاج إلى غذاء، وهي أحوج إلى الغذاء من أجسامنا. أجسامنا نعتنيها لأنها مشاهدة، وأرواحنا لأنها غير مشاهدة نتركها من الغذاء، وربما تكون مريضة في الأجساد. فأسأل الله أن يرزقنا الطمأنينة وأن نكرم هذا الضيف بالجلوس حوله، ونحن إذا جلسنا فإنما نجلس في رياض الجنة. المجالس الذكر هي رياض الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وفي الحديث الطويل وآخره، وما جلس اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأفرح يا عبد الله إذا ذكرك الله في الملأ الأعلى حينما تذكره مع إخوانك البسطاء. أسأل الله أن يوفق المحاضر وأن يوفقنا جميعا وأن يجملنا من بعض. فنحن يا أمة الإسلام في حاجة، نحن نعلم أن أهل السوق عندهم شغل شاغل، لكن الموت لا بد منه، والحساب لا بد منه، والإنسان لا بد يتزود كما قال الله سبحانه وتعالى: خير من الدرهم والدينار والمتاع التقوى، لأن الله أشار إليه في كتابه العزيز فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى نعرفه من مجالس العلماء ومن كتب أهل العلم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. ولا نطيل، والذي في قلبه شيء من ناحية صلاة السنة، السنة إن شاء الله نأخرها إلين يأتي العشاء ونصليها، فمسألة يتفقه الإنسان في دينه فيها أفضل من 70 ركعة حديث، وفي رواية أفضل من 100 ركعة نافلة. أسأل الله أن يوفق المحاضر وأن يوفقنا، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن اللقاء في مثل هذا الوقت المبارك وفي مثل هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله وبعد أداء فريضة من فرائض الله وانتظار فريضة أخرى لهو من أطيب اللقاءات. لنتذاكر فيه ما تيسر من أمور ديننا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله تعالى يقول: وما يتذكر إلا من ينيب، ويقول: سيذكر من يخشى. وكلمتنا في هذا اللقاء هي كما سمعتم من عنوانها أنها السنة ومكانتها في الإسلام.
والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح. وإذا اجتمع العلم النافع والعمل الصالح تمت السعادة في الدنيا والآخرة. فإن العلم بدون عمل لا فائدة منه، بل يكون حجة على الإنسان، وكذلك العمل بدون علم لا فائدة منه، لأنه يكون ضلالا. إذن لا بد للمؤمن من العلم والعمل، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث بعثه بالهدى ودين الحق. والله جل وعلا يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم منة امتن الله بها على المؤمنين هي بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا ومبلغا عن الله سبحانه وتعالى وسراجا منيرا، أرسله رحمة للعالمين، وأرسله إلى الناس كافة، فوجبت طاعته واتباعه وامتثال أمره واجتناب نهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآيات في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم كثيرة وشهيرة، وليس الغرض هو إحصاؤها، وإنما الغرض التنبيه عليها وذكر ما تيسر منها. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعته عليه الصلاة والسلام واتباعه والاقتداء به أمر لا بد منه للمؤمن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تارة يأمر الله بطاعة الرسول مع طاعته جل وعلا، مثل قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول، وتارة يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة، مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لأن طاعة الرسول تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، فهو مبلغ عن الله جل شأنه. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طاعة الرسول واتباعه والاقتداء به واحترامه وتوقيره ومحبته أشد من محبة النفس والأهل والولد والناس أجمعين، واجبة على كل مسلم. لا يؤمن أحدكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والله جل وعلا يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يؤمنون كما قال سبحانه وتعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، هذه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا كثيرة، وغرضنا التنبيه على ما تيسر منها، ومن أراد استقصاءها فليراجع كتاب الله عز وجل وليتدبره، يجد فيه كثيرا من الآيات تأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وتقديم شرعه ودينه وسنته على كل شيء. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نحن بصدد الحديث عنها هي ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول صدر منه عليه الصلاة والسلام أمرا أو نهيا أو فعل فعله عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي شأنها التشريع للأمة، أو تقرير أقر عليه من رآه يعمله وهو من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فإنما ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى.
ولا يفعل عليه الصلاة والسلام من العبادات والطاعات إلا ما شرعه الله عز وجل، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم من الخطأ، ولا يقر أحدا إلا على حق. أما من لم يكن على حق، من كان على خطأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين خطأه وينهاه ويأمره بالحق والصواب. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ما ثبت من الأحاديث التي رواها الأئمة والرواة الأثبات، وهي مدونة في دواوين السنة وكتب الأحاديث المحفوظة المعتنى بها من قبل حفاظ الإسلام وأئمة الدين. هذه الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي سنته عليه الصلاة والسلام، المشتملة على قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. وواجبنا نحو هذه السنة، واجبنا أن نطلع عليها وأن نتدبرها ونقرأها ونعمل بها، لأن السنة النبوية تأتي في الدرجة الثانية بعد القرآن، لأن أصول الأدلة عند المسلمين أولها كتاب الله عز وجل، فهو المصدر الأول، وبعده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضح مجمله، فالسنة مبينة للقرآن. والله جل وعلا وكل بيان هذا القرآن إلى رسوله، فقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالرسول يبين كتاب الله ويفسره، وفي القرآن آيات تدل على أهمية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظمها وتعلي من شأنها، منها قوله تعالى: وما ينطق، منها قوله في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه شهادة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق بكلام إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينطق من قبل هوى نفسه، وإنما يتكلم بما أوحاه الله إليه من أمور هذا الدين مبلغا ومبينا للناس. وفي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دليل على وجوب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا أن نأخذ ما أعطانا وأن نترك ما نهانا عنه. نأخذ ما أعطانا بأن نفعل ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام من الطاعات والقربات، ونترك ما نهانا عنه من المعاصي والسيئات والمخالفات، ونأخذ ما أعطانا من الحلال ونترك ما نهانا عنه من الحرام في المعاملات وفي غيرها من شؤون الحياة. فما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لنا فيه من الأوامر والمباحات والطاعات نأخذه،
وما نهانا عنه من المعاصي والمخالفات نتركه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ختم الآية بقوله: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن لم يمتثل ما أمره الله به من طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وترك مخالفته، من لم يمتثل فإن الله شديد العقاب، لأن هذا الذي لم يمتثل استحق العقاب، أما الذي امتثل وأطاع الرسول فيما أمر به ففعله وأطاعه فيما نهى عنه فتركه هذا يستحق الثواب لأنه امتثل ما أمر به. وفي قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة فسرها العلماء بأن المراد بها السنة، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الآيات على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة واجبة الامتثال، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أمر الله جل وعلا بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يجب على المؤمنين، يجب على المؤمن والمؤمنة امتثال هذا الأمر، ومن لم يمتثل فقد عصى الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى وأصاب، ومن عصى الله ورسوله فقد ضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. تنبهوا لهذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد من الله جل وعلا للذين يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد لهم بأحد عقوبتين: إما أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هم معرضون لإحدى المصيبتين، إما فتنة، والفتنة هي الزيغ عن الحق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا كما في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يبلغه الحق ولا يمتثل
هذا يصاب والعياذ بالله بالزيغ الذي يرد الحق ويتبع هوى نفسه ولا يقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استبانت له ويستمر على ما هو عليه من الخطأ تعصبا لهواه واتباعا للمضلين من الخلق، هذا يبتلى بالزيغ يعني بفساد القلب، فلا يقبل الحق بعد هذا عقوبة له. وهذه هي الفتنة، والفتنة والعياذ بالله من أعظم العقوبات، كون الإنسان يقتل أو تقطع أطرافه أسهل عليه من أن يفتن في قلبه، لأن القتل غايته أن يفارق الإنسان هذه الحياة، والإنسان لا بد أن يفارق الحياة، لا بد من الموت، أو تقطع يده أو عضو من أعضائه هذا سهل يشفيه الله عز وجل وقد يعيش بدون يد وبدون عضو، لكن إذا فسد قلبه والعياذ بالله فما قيمة حياته؟ تصبح حياته وبالا عليه. والسبب في فساد قلبه هو أنه بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضها واستمر على ما هو عليه من الخطأ، فعصى الله على بصيرة وعلى علم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، من يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ أن تصيبهم فتنة، هذه المصيبة الأولى، وذكرها الله الأولى هي الأولى ذكرها الله هي الأولى ليدل على أنها أشد، ثم ذكر بعدها العقوبة الثانية. أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب أليم يعني مؤلم، والعذاب الأليم هو ما يصيبهم من العقوبات في الدنيا من القتل والأسر والتشريد وتسليط الأعداء، فإن الأعداء ما تسلطوا على المسلمين إلا بمخالفتهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو قتل أو نهب أو سلب أو خوف، كل ما يصيب الناس من الآفات في هذه الدنيا فإنما هو بسبب ذنوبهم ومخالفتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد يكون العذاب الأليم في الآخرة وهو أشد من عذاب الدنيا. الحاصل أن من يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تبينت له، من يخالفها تعصبا لهواه ورغبة عن السنة، فإنه مهدد بهاتين العقوبتين: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا كان السلف يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على قول كل أحد. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر للناس مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكان قد خالف في هذه المسألة من خالف من الصحابة، قال لهم: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا دليل على أن السلف كانوا لا يبغون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا، ولا يتمسكون بالأقوال وإن كانت صادرة من أئمة كبار وأتقياء وأوفياء وأبرار، لكن لا يقدمون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا. أقول لكم قال رسول الله
وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا إنكار عظيم. وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري رحمه الله، وهو إمام جليل وإمام عظيم وإمام تقي نقي رحمه الله، مشهود له بالفضل، ولكن ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد. من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الشافعي رحمه الله إذا عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا، يقول الإمام مالك أيضا أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هكذا يقول الإمام مالك، يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل، يعني أشد جدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هذا إنكار من الإمام مالك رحمه الله في أنه لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم من أجل آراء الرجال وأقوال الرجال. هذا دليل على أن أئمتنا فلا ينبغي أن الإنسان يضعه على الأرض وأن يجعله تكأه يتكي عليه ويكتب عليه، هذا لا ينبغي، لأنه لا يتناسب مع عظمة القرآن الكريم. هذا يقول هل المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يشمل مكة كلها أم خاص بالمسجد الحرام؟ الصحيح أن هذا يشمل مكة كلها، يشمل الحرم كله، كل ما كان داخل الأميال يشمله الفضل هذا، ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة المشرفة فهو أفضل. وإذا كان الأجر عام بحدود الحرم أفلا يرشد المسلمون لا سيما الحجاج ألا يزدحموا على المسجد الحرام بعد أداء الطواف والسعي؟ نعم، هذا ينبغي، ينبغي أن يبين للحجاج أنه لا ينبغي الزحام الشديد عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأداء سنة الطواف، لأن الأمر واسع في هذا، يصليها في أي مكان من المسجد الحرام أو حتى في أي مكان من مكة. فإن بعض الصحابة صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهو المكان المعروف الآن بجرول، فما في مانع أن الإنسان يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من الحرم، لكن إن تيسر أن يؤديها عند مقام إبراهيم فهذا أفضل، قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما إذا كان مزدحما وفيه خطر فإنه يصليها في أي مكان والحمد لله. هذا يقول إذا كان إنسان نذر على نفسه أن يعطي شخصا مبلغا من المال في كل عام أو في كل شهر ثم إنه استمر على دفع المبلغ مدة من الزمن وبعد مدة فكر المنذور أو الناذر أنه يدفع
المبلغ إلى شخص آخر لأنه أحق من الأول، يعني فكر الناذر أن يدفع هذا المبلغ إلى شخص آخر غير الذي نذر له ذلك، فهل يجوز هذا؟ هذا عين النذر لشخص، عين النذر لشخص، فالواجب أن يوفي بنذره، إلا إذا كان نذر معصية، إذا كان هذا الشخص يستعين بهذا المال على معصية الله فهذا لا يجوز إعطاؤه، أما إذا كان إنه مستقيم ولا يستعين بهذا النذر على معصية الله فإنه يدفعه له وفاء بنذره فيدفعه إلى فقير آخر. هذا يقول هل صحيح حديث لعن الله ناكح يده؟ لا، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وإن كان ذكره الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، ولكنه لم يثبت. ونكاح اليد اللي هو العادة السرية هذا محرم بغير هذا الحديث، محرم بالقرآن بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يستعمل العادة السرية هذا ابتغى غير ما أباحه الله، لأن الله لم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو بملك اليمين، وما عدا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يستعمل العادة السرية هذا ابتغى غير ما أباحه الله، لأن الله لم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو بملك اليمين، وما عدا الزوجة وملك اليمين فإنه يكون عدوانا ويدخل في هذا العبث باليد. هذا يقول شاب سافر إلى الخارج بهدف السياحة وتزوج زواج متعة لمهر مقرر، فما حكم ذلك؟ أولا، سفره بغرض السياحة هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار إلا لغرض صحيح، إما لتجارة وإما لعلاج وإما لتعلم مثلا لتعلم علم لا يوجد في بلاد المسلمين مثل الطب والصناعة وما أشبه ذلك، تعلم خبرة أو عمل من الأعمال. فإذا كان السفر إلى بلاد الكفار لغرض صحيح فإنه يجوز، بشرط أن يقدر الإنسان على إظهار دينه هناك وأن يجتنب محلات الفتن ومحلات الخطر ويبتعد عن مواطن الفساد. أما إنسان يذهب لمجرد السياحة فهذا لا يجوز. الأمر الثاني، نكاح المتعة هذا باطل بإجماع المسلمين، ويجب تأديب من فعل هذا، لأن هذا حكم الزنا. نكاح المتعة حكمه حكم الزنا، لأنه نكاح باطل بإجماع المسلمين، وقد نسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، فمن عاد إليه فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله ومخالفا لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتجب عليه العقوبة. هذا يقول لماذا تمنعون التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا. نحن ما منعنا التوسل بذات الرسول من عند أنفسنا، وإنما منعناه بدلالة الكتاب والسنة. هاتوا لنا دليل على أنه يجوز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما التوسل باتباعه صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فالتوسل باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم وبالأعمال وبالإيمان والأعمال الصالحة، هذا التوسل المشروع. أما التوسل بذوات المخلوقين من الأنبياء أو الصالحين فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. هاتوا لنا دليل على أن الصحابة كانوا يتوسلون بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نجد دليل أبدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول.
وإنما كانوا يطلبون من الرسول أن يدعو لهم يوم أن كان حيا، كانوا يطلبون منه أن يستسقي لهم، فيرفع يديه صلى الله عليه وسلم ويستغيث ويدعو الله بالغيث وهم يؤمنون. ولما توفي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الاستسقاء لم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبوا من العباس، من عمه العباس، أن يدعو الله وهم يؤمنون، لأن العباس حي يقدر على الدعاء، أما الميت فإنه لا يقدر على الدعاء ولا يسمع ممن طلب منه أن يدعو. وقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، هذا في حال حياته عليه الصلاة والسلام، ما كان الصحابة يأتون إلى قبره وهم أعرف الناس بكتاب الله وهم يقرؤون قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، هم يقرؤون هذه الآية، ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار بعد موته، وإنما يفعل هذا الجهال الذين لا يعرفون معاني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة يذهبون إلى قبر الرسول ويقولون استغفر لنا، وإنما كان هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم. والله أنكر على المنافقين الذين يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحاكمون إلى غير الرسول، الله قال لهم ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يعني المنافقين، جاءوك يعني في حال وجودك على الحياة، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالقصة والقضية كلها في التحكيم. وهل أحد من المسلمين بالله عليكم إذا تخاصموا جاءوا إلى قبر الرسول، جاء المدعي والمدعى عليه إلى قبر الرسول، جلسوا عنده كما كانوا يجلسون عنده في الحياة؟ اتقوا الله أيها الناس، لا تلبسوا على المسلمين. هل كان الخصوم يأتون ويجلسون عند قبر الرسول المدعي والمدعى عليه كما كان هذا في الحياة؟ لا والله. هل كان الصحابة يأتون إلى قبر الرسول ويقولون استغفر لنا؟ لا والله. هل كانوا إذا أجدوا جاءوا إلى قبره قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا؟ لا والله. اتقوا الله أيها الناس، لا تضللوا الناس. هذا شيء ابتدعه من يريد إهلاك الناس وصدهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هل اللحية حلقها يخالف للفطرة التي فطر الناس، فطر الله الناس عليها؟ نعم، هذا يخالف الفطرة التي هي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن إعفاء اللحية من خصال الفطرة التي هي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإكرامها وإرسالها وتوفيرها، وكلها، وأمر بمخالفة من يحلقها أو يقصها من اليهود، من النصارى، من أهل الكتاب ومن المجوس والمشركين. قال خالف المشركين، خالف المجوس. كل هذه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد علينا أن نعفي لحانا وأن نحفي شواربنا، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل حلقها في تغيير خلقة الله؟ نعم، يدخل هذا في تغيير خلقة الله عز وجل، ولا يبعد أن هذا أشد من النمص والوشم والوشر التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها. هل المنان اسم من أسماء الله عز وجل؟ نعم، هذا ورد ذكره في جملة الأسماء 99، فهو من أسماء الله بمعنى عظيم المنة، الله يمن على من يشاء من عباده، الله جل وعلا يمن وهو المنان سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يتفضل ويجود بفضله سبحانه وتعالى ويمن، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بمعنى أنه تفضل عليكم وأكرمكم بالإيمان. نعم. لا خلوا يا ذي.
هذا يقول: رجل جامع زوجته وهي حائض، ما الحكم في ذلك؟ يقول: رجل جامع زوجته وهي حائض، فما الحكم في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى حرم على الزوج أن يجامع زوجته وهي حائض، قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية تدل على تحريم وطئ الحائض حتى تطهر وتغتسل، وأن من فعل ذلك يكون آثما، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا الصنيع، وعليه مع التوبة على الصحيح من قولي العلماء عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، دينار إسلامي أو نصفه، وهو يعادل في وقتنا الحاضر نصف جنيه سعودي، يعني يشوف كم يعادل نصف الجنيه من الريالات صرفا ويوزعها على المساكين كفارة لما فعله. هذا الذي يجب عليه أمران: أولا التوبة، وثانيا الكفارة، وهي تقريبا نصف جنيه سعودي بصرفها من الريالات. وهذا يقول: قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما تفسير هذه الآية؟ الآية تشتمل على أمرين: الأمر الأول الغض من الأبصار، بمعنى أن الإنسان لا يرسل نظره إلى ما حرم الله عز وجل، فلا ينظر إلى النساء ولا ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، لأن ذلك يزرع الفتنة في قلبه ويجره إلى الفساد، فيجب عليه أن يغض بصره عن الحرام، النظر إلى المرأة، النظر إلى الصور، صور النساء، لأن المصيبة اليوم والفتنة عظمت، صارت النساء والجميلات يصورن على الجرائد والمجلات، وقد تعرض صورهن في أفلام وتصل إلى البيوت وإلى الأمكنة المختلفة، فالفتنة اليوم عظيمة، فعلى الإنسان أن يغض بصره عن كل ما حرم الله، سواء امرأة أو صورة أو كل ما يؤدي إلى الفتنة. والأمر الثاني ويحفظ فروجه، أمر الله بحفظ الفروج عن الفاحشة، لأن الفروج أمانة عند المؤمنين، يجب عليهم أن يحافظوا عليها ولا يخونوا أماناتهم إلا فيما أباح الله لهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فيحفظوها من الفساد، ويحفظوها أيضا من الانكشاف، وأن لا يبدوا عوراتهم أو يتسببوا في الفتنة. كل هذا من قطع وسائل الفتنة والطرق الموصلة إليها، لأن النظر وسيلة وسهم من سهام إبليس يوصل إلى الفتنة، وكذلك أمر الفروج والتعري والسفور الذي ابتلي به كثير من النساء، هذا مما يسبب الوقوع في الفتن والفواحش والعياذ بالله. فالمسلمون المؤمنون مأمورون بغض أبصارهم وبحفظ فروجهم، كما قال الله تعالى: ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهو سبحانه وتعالى يعلم ويطلع على الذي لا يغض بصره وعلى الذي لا يحفظ فرجه، وسيجازيه أشد العقوبة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: كيف الغسل، كيفية الغسل من الجنابة، وهل بالماء فقط أو بالماء والصابون؟
لا بالماء فقط، الصابون هذا ما هو داخل فيه، أن بغى يستعمل الصابون للنظافة فليس بممنوع من هذا، أما الجنابة فيزيلها الماء المجرد، إلا إذا كان على جلده شيء مما يمنع وصول الماء كالأصباغ والبويات والطين والعجين وما أشبه ذلك، فعليه أن يزيله، لأنه إذا لم يزل الحوائل التي تمنع وصول الماء إلى الجلد فإنه لا يصح منه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال له اذهب فأحسن وضوءك. وأما إذا كان على الجلد لصوق على جرح أو جبيرة على جرح ويحتاج إلى بقائها على الجرح فإنه يكفي أن يمسح عليها، يكفيه أن يمسح عليها، ومسحه عليها يكفي عن غسل ما تحتها لأجل الحاجة والضرورة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الكولونيا المشهور عند الناس وعند أهل العلم أنه مسكر، وأنه إذا شربه الإنسان يسكر، فعلى هذا الكولونيا تكون نجسة، لأن كل مسكر نجس عند جمهور أهل العلم. نعم، فلا يستعمل الكولونيا، يستعمل الأطياب الأخرى التي ليس فيها كحول، يستعمل غير الكولونيا، يستعمل الأطياب الأخرى كدهن العود دهن الورد، الأطياب الأخرى التي ليس فيها محذور، أما الكولونيا فالشبهة فيها قوية. هذا يقول ما حكم رجل يخرج منه نقط من البول دون أن يشعر، ماذا يفعل؟ لكنه يلاحظها في الملابس عند دخوله الحمام. إن كان هذا من باب الوسواس وليس له حقيقة فهو ما يضر، وعلى المسلم أن لا يلتفت إلى الوسواس والأوهام، لأن هذا يفتح عليه بابا من الأوهام يخل عليه في دينه. أما إذا كان حقيقة يخرج منه بول حقيقة، فإن كان هذا البول دائما لا يستطيع حبسه فهذا معناه أنه مصاب بالسلس، فهذا يتوضأ إذا أراد أن يصلي في الحال، يتوضأ ويصلي في الحال وصلاته صحيحة، ولو خرج منه بول وهو يصلي صلاته صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان هذا الذي يذكر يأتيه في بعض الأحيان وينحبس في بعضها فهذا يجب عليه أن يعيد الوضوء، أن يستنجي من جديد وأن يعيد الوضوء ويصلي بطهارة كاملة إذا كان ما هو بدائم وإنما في بعض الأحيان. والملابس يغسل، يغسل ما أصابه البول منها، يغسل ما أصابه البول منها أو من جسمه أيضا، إذا أصاب الجسم نعم يغسله، يغسله من الملابس ولو كان فيه سلس، إلا إذا مثلا صار هذا شاق عليه بمثلا يكون في سراويله أو في ما يلي المذاكير فهذا يعذر بالمشقة. أما الثوب البعيد عن مكان الحاجة إذا أصابه شيء يغسله، أما ما كان حول المذاكير وهذا يشق عليه فإنه يعذر في هذا. هذا يقول سؤال: من خرج من بلاده وأراد طلب المعيشة وبعد تعدي الميقات الشرعي لم يحرم بالعمرة، تعدى الميقات الشرعي ولم يحرم بالعمرة وبعد ذلك جاب العمرة من جدة، هذا إذا كان قدم من بلاده وهو ناو أداء عمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا مر به، سواء مر به في السيارة أو مر به في الجو في الطائرة يحرم إذا حاذاه، لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم إذا كان يريد عمرة. أما إذا كان جاء للعمل ولا في نيته عمرة ولكن بعدما وصل جدة بدا له أن يعتمر فهذا يحرم من المكان الذي نوى فيه العمرة سواء في جدة أو دونها، وحتى لو كان قريب من الأميال، لو كان قريب من أميال الحرم يحرم من المكان الذي تجددت له نية العمرة
فيه، لأن هذا ميقاته. أما إذا كان جاء بالنية من بلاده ومر على الميقات وهو ناول للعمرة، فهذا لا يجوز له أن يتعداه إلا وهو محرم، فإن تعداه غير محرم وأحرم من دونه فيكون عليه دم، وعمرته صحيحة، عمرته صحيحة، ولكن عليه دم جبرانا لتركه الواجب. والدم هو أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. بالطائرة ما في مانع أن الإنسان إذا أراد يركب طائرة أنه يغتسل في بلاده أو في المطار ويتهيأ، ولو لبس ملابس الإحرام ما في مانع، لكن النية ما ينوي الإحرام إلا إذا حاذ الميقات، أما مجرد لبس ملابس الإحرام هذا ما في حرج. نعم. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وهل للخلفاء الراشدين سنة تغاير سنة رسول الله؟ لا، سنة الخلفاء تابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يأتون بسنة جديدة مغايرة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عطف وسنة، حتى لو قلنا إنهم مثلا استجدوا شيئا فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله سنة، فصار سنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، صار سنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بهم، خاص بالخلفاء الراشدين، يكون ما فعلوه سنة لأن الرسول جعله سنة، فالسنة هي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سنة، ما في شك. نعم. وهذا هو الظاهر، صار سنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمجرد فعلهم هم. نعم. لا يستشكل لنا قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، عمر يريد التراويح، والتراويح ليست بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحابه ليالي وتأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فعمر يقول نعمة البدعة، لا يريد البدعة المحدثة وإنما يريد صلاة التراويح التي هي سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، مجلس الصلاة صلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.